πολιτής άγας Εραπείων εμμενιώτην επεσκόπος Ελεύθερον εμάς ως ο Πατήρ πάν το κατώ πάν αγαθείς ελεύθερον ως ο πνημέν λέν ως ο μισθόν τον δικάτνα σουάκ Αλλάχ μα γάνω μουσταχκίν ο μουσάλλη μπισούκ καίλιν يا أبانا الذي في السماوات Άγεν σε μεμότων τότ φεμπερίφερ βεσλανή βαβοχανάι τη βνότη βιώτην βεν σοίσο ουαχ βεν νότιο βεν σωτήρ Ιησούς Βεχρίστος γεύρις και βαζενικών απερβησινίρων αφαρίχ ήρων απσοπτινή φευτιέσο ήρων αυτίτωτην αβέντεν σαχαρί ετάι ονούσάι εν θόβ ον μαϊντή βοσεντεύ αρίχ ήρων χεν πάι ο εις ο βαβάι νεμνή εχωτήρων τεβεν όνχ Εν ειρήνην ευέν εν γεύη βαν το κρατόρ επσόι σε πενώτη. Ευνήβ επσόι σε πενώτη πι παν το κρατόρ ευιώτεν πεν σόι σε πενώτη ο πεν σωτήρ Ιησούς πι Χριστός. نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا عنتنا حفظتنا قبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا أتيت بنا إلى هذه الساعة من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حاسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار قيام العداء الخافيين والظاهرين انزح عنا وعن سائري شعبك وعن هذه الكنيسة وعن موضعك المقدس هذا نذي إسناني ابن من النوري صحني ما ونان جي انسك بقت قاطي ان بقرشي شنان اي هوم يجني هو ابن من ايتشي لنم ايج انتي قم ترسن تبي قاجي ولا تدخلنا في تجربة لكن يجن شو يعلنا مستحقين نصلي بشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. موضوعنا النهاردة هنتكلم على بعض سمات كنيسة الرسل. كنيسة في عصر الرسل بتمثل النموذج اللي احنا دايما بنتطلع عليه. فأنا أتكلم على بعض السمات مش من ناحية تاريخية لكن من ناحية اللي ما تتميز به الكنيسة اللي ممكن احنا نبص ليه بالنسبة لكنيستنا. احاول اتكلم على اربع سمات ان قدرنا نخلصهم النهاردة ما كانش يبقى في المرة الجاية نكمل فالاربع هما كنيسة ممتلئة من الروح القدس كنيسة كارزة كنيسة مضطهدة كنيسة لم يكن فيها احد محتاجا. فالجزء الأولاني أو السمة الأولانية كنيسة ممتلئة من الروح القدس. فالكنيسة لما تأسست بحلول الروح القدس في يوم الخمسين. لكن السيد المسيح وعد
تلاميذه بأن يأتي الروح القدس. هنفتكر بعض الآيات اللي قالها السيد المسيح قبل الصلب. قال: وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر يمكث معكم إلى الأبد، في يوحنا 14-16. فهيعلمكم، أما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فيعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم، في يوحنا 14-26. ومتى جاء المعزي الذي سيرسله الآن إليكم من عند الآب، روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي، هي الآية المشهورة اللي فيها الإرسال والانبثاق اللي تكلمنا عنها المرة الفاتت في يوحنا 15-26. ومتى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، فهو لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية، ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم، في يوحنا 16-13-14. ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة، أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي، أما على دينونة لأني أما على بر لأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا، أما على دينونة لأن رئيس هذا العالم قد دين، في يوحنا 16-8-11. بعد القيامة السيد المسيح زي ما قال في سفر الأعمال: أراهم أيضا نفسه ببراهين كثيرة بعدما تألم، وهو يظهر لهم 40 يوما يتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله، وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يبرحوا أورشليم بل ينتظر موعد الآب الذي سمعتموه مني، لأن يوحنا عمد بماء أما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير، في أعمال 1-3-5. وبعدين السيد المسيح أضاف في عدد 8: لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة والأقصى الأرض. لو ناخد من هذه الآيات بعض الملاحظات، أنه نمرة واحد أن الروح القدس هو المعزي، وفي الإنجليزي بتترجم الهيلبر أو الأدفوكيت المدافع أو الكمفورتبل اللي هو بيدي نوع من الراحة. فالروح القدس جاء لكي ما يسند التلاميذ في خدمتهم. عشان كده السيد المسيح لما اتكلم على الاضطهاد فقال لهم: فما تساقوكم ليسلموكم فلا تعتنوا من قبل بما تتكلمون ولا تهتموا، بل مهما اعطيتم في تلك الساعة فبذلك تكلموا، لان لستم انتم المتكلمين بل الروح القدس. الروح القدس بيسندهم في مواجهة الاضطهاد. كمان أيضا الروح القدس يعطى لكي ما يكون معهم إلى الأبد، يمكث معكم إلى الأبد، وليه دور إن هو يعلمكم كل شيء. يعني السيد المسيح كان معهم فترة، في حاجات فهموها في حاجات ما فهموهاش في حاجات نسيوها، عشان كده قال يعلمكم كل شيء ويخبركم بكل ما قلته لكم. طب هم سمعوه لكن ممكن يكونوا نسيوه، عشان كده عمل الروح القدس في الوحي ان ساعد الانجيليين اللي كتبوا الاناجيل الاربعة ان هم يتذكروا كل الكلام اللي قاله السيد المسيح. يعني السيد المسيح لما كان بيتكلم ما كانش التلاميذ بيكتبوا، وممكن يكونوا نسيوا، عشان كده السيد المسيح قال لهم: واخبركم بكل ما قلته لكم ويرشدكم الى جميع الحق. وانا يرشدكم الى جميع الحق لان ممكن يكون اشياء تتفهم غلط، انه التلاميذ ايضا لما كانوا بيسمعوا وبيشوفوا احداث ما كانش كل حاجة بيفهموها مظبوط، فهنا الروح القدس بيرشدهم الى ما المقصود اللي قاله السيد المسيح، وبيرشدهم إلى قصة الخلاص نفسها. وقال: يأخذ مما لي ويخبركم. هنا عمل الروح القدس في أنه عمله متصل بعمل السيد المسيح. المسيح قدم خلاص للبشرية كلها، فالروح القدس دوره بينقل هذا الخلاص. لذلك زي ما ذكرنا المرة الفاتت أن السيد المسيح قال أن أنا أرسله
وفي آية أخرى قال يرسله الأب باسمي. فما فيش تناقض بين الآيتين، يعني هيقول لك مين اللي هيرسله، الأب اللي هيرسله ولا أنا اللي هرسله؟ لأن كلمة الإرسال زي ما ذكرنا تعني عمل الروح القدس في البشرية، ودي تختلف عن كلمة الانبثاق. الانبثاق بتكلم على الروح القدس في علاقته في الثالوث، صفة الأقنومية المنبثق من الآب. أما صفته في عمله في الخليقة هي صفة الإرسال، بمعنى أنه عمله بيكون من خلال عمل السيد المسيح، سواء في الخليقة أنه الخليقة عمل الثالوث، والله بيقول ليكن نور فكان نور، فهنا في الكلمة، وأيضا الروح يرف على وجه المياه يخلق ويجدد زي ما اتكلمنا في المرة اللي فاتت. هكذا أيضا في استعادة الخليقة وفي الخليقة الجديدة، في تجديد الخليقة سواء بالنسبة للبشر أو بالنسبة للخليقة كلها اللي هو عمل المسيح، الروح القدس له دور. مش كده قال يأخذ مما لي ويخبركم. وأيضا الروح القدس هو اللي بيبكت، لأنه هو اللي بيقود الإنسان إلى أنه يتوب، بيقود الإنسان إلى الإيمان. ذلك السيد المسيح قال يبكت على خطية. إيه الخطية؟ أنهم ما أمنوش بي، جيتوا ما أمنوش بي. وعلى بر، قال على بر لأني ماضي، يعني ولا ترونني، يعني أنتوا قدامكم فرصة أنكم تنالوا بر المسيح، لأن البشرية عجزت أن تنال البر من خلال الناموس أو من خلال العمل البشري. فلو أيضا عجزت أن تتبرر ببر المسيح من خلال عمل الروح القدس اللي بينقل لنا بر المسيح ويعطينا حياة القداسة، يبقى إذن بيبكتهم على بر، أنه فقدوا هذا البر. وعلى دينونة، لأن رئيس هذا العالم قد دين، لأن بعد كده لو الإنسان لم يستفيد من الخلاص هيكون دينونته زي دينونة رئيس العالم اللي هو المقصود به الشيطان. وأيضا السيد المسيح قال إن هو هيعطيهم قوة عشان يقدروا يشهدوا. وفي نقطة مهمة جدا، إن ساعات اللي هو اللي قالها السيد المسيح قال ولكنكم ستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بقليل. هنا حلول الروح القدس كان معمودية للتلاميذ، وكلمة التلاميذ هنا المقصود بها المؤمنين اللي كانوا موجودين في الوقت كله ده، من سواء رجال أو نساء، وده هنتكلم عنه لما نتكلم على يوم الخمسين. فكان معمودية بالنسبة لهم، لذلك بنقول إن ده ميلاد الكنيسة. ميلاد الكنيسة لأن المعمودية بيبقى فيه خليقة جديدة، يعني الكنيسة وجدت في يوم الخمسين لما التلاميذ نالوا الطبيعة الجديدة من خلال الولادة بالروح. تحقيق الوعد، يعني احنا اتكلمنا على آيات اللي قالها السيد المسيح سواء قبل الصلب أو في فترة الأربعين اللي كان موجود فيها مع التلاميذ قبل صعوده. الوعد تحقق يوم الخمسين، فيوم الخمسين كان سبقوا أشياء، سبقوا اختيار التلاميذ وقعدوا مع المسيح وشافوا المدة أكثر من 3 سنوات، وكانوا بيسمعوا تعاليم السيد المسيح وبيشوفوا المعجزات اللي كان بيعملها. بعض الحاجات فهموها وبعض الحاجات ما فهموهاش. وبعدين جت موضوع الصلب، فكان صدمة بالنسبة للتلاميذ وتشتتوا نتيجة الصلب، لكن ابتدى يتجمعوا مع أخبار القيامة. لذلك ظهر السيد المسيح عدة مرات ليهم عشان يثبت إيمانهم ويثبت إيمانهم بالقيامة. لكن الفترة دي كانت فترة مهمة، فترة الأربعين يوم اللي زي ما قال عنها سفر الأعمال أنه كان يتكلم معهم على الأمور المختصة بملكوت الله، وزي ما قال أيضا أن فتح أذهانهم ليفهموا الكتب. يعني تعتبر فترة الأربعين يوم دي هي الفترة اللي اتنقلت لنا في تقليد الكنيسة من جهة كيف تفهم الكنيسة النبوات في العهد القديم، كيف تقرأ العهد القديم، كيف تفهم قصة الخلاص.
فالفترة دي هي السيد المسيح حط الأساس من وقت ما قابل تلميذي عمواس وابتدى يشرح لهم من موسى والأنبياء أن إزاي الأمور دي كانت ما بتحدثش مصادفة، ولكن ده كان تدبير الله بالنسبة لخلاص البشرية. صحيح لم يكتب ما ذكره السيد المسيح في هذه الفترة، لأن ظهوراته ما كانتش مجرد ظهورات يعني يظهر كده بس يثبت أنه هو موجود، لا، كان بيقعد معهم، كان بيقعد معهم فترات وبيتكلم معهم وبيشرح ليهم. لكن الـ 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 الأباء الرسل نقلوا هذا من خلال كتاباتهم ومن خلال تعليمهم ومن خلال التقليد الرسولي. كده احنا لما هنتكلم على كنيسة رسولية هنتكلم على أهمية التقليد الرسولي اللي مبني على شهادة الرسل، لأن أخدوه من السيد المسيح، وده اللي وجه الكنيسة في كيف تفهم قصة الخلاص وكيف تفهم الأسفار المقدسة الفهم الصحيح. بعد الصعود هم انتظروا زي ما المسيح قال لهم ان هم لا يبرحوا أورشليم، فكانوا موجودين في العلية مواظبين على الصلاة زي ما ذكر سفر الأعمال مع النساء. والحاجة اللي اتقالت ان هم عملوها في الفترة دي هي اختيار متياس. سفر الأعمال الإصحاح الأول اتكلم على طلب بطرس الرسول أن يختار شخص مكان يهوذا الإسخريوطي. اللي يهمنا في القصة دي هو المقياس اللي على أساسه اختاره، يعني أهم نقطة اهتموا بيها. قال إن احنا نختار أحد الرجال من الذين اجتمعوا معنا كل الزمان الذي فيه دخل إلينا الرب يسوع وخرج منذ معمودية يوحنا إلى اليوم الذي ارتفع فيه عنا، ليصير واحدا منهم شاهدا معنا بقيامته. يعني عايزين حد يكون كان موجود معنا طول المدة من أول معمودية يوحنا اللي هي بداية خدمة المسيح العلنية لحد ما الصعود، يكون اشترك معنا. ليه؟ لأن أهميته أن يكون شاهد عيان، لأن هنا أهمية الاثنى عشرة أن يكون شهود عيان. ورسالته الأساسية هي أن يكون شاهدا معنا بقيامته، ودي هنلاحظها أنه رسالة الكنيسة الأساسية أن كانت تشهد لقيامة السيد المسيح. نيجي يوم الخمسين، هو اليوم اللي فيه تحقق الوعد وحل الروح القدس على التلاميذ. يوم الخمسين هو كان أحد الأعياد اليهودية الرئيسية الثلاثة، كان اليهود عندهم أعياد رئيسية ثلاثة اللي هو عيد الفصح وعيد الخمسين وعيد المظال. وهذا العيد له عدة أسماء، اسمه الخمسين لأن بيجي في اليوم الخمسين من عيد الفصح، اسمه عيد الأسابيع لأن الأسبوع السابع من الفصح، بيسمى عيد الحصاد لأنه هو اللي بيقدم فيه الحصاد، وبيسمى أيضا عيد أوائل الأثمار الثمار يعني. وإحنا بنسميه عيد العنصرة، وزي ما قلنا عنصرة جاية من عصريت وهي معناها كلمة محفل أو احتفال. إزاي حل الروح القدس؟ يعني خلوا بالكم معايا في النقطة دي لأن إحنا هنشرحها شوية من ناحية اللاهوتية. بيقول ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع بنفس واحدة، وصار بختة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة ملأت كل البيت حيث كانوا جالسين، وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم، وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. فهنا نلاحظ أن الأول حدث صوت بختة فجأة، يعني حاجة غير متوقعة كريح عاصفة، وبعدين ظهرت ألسنة نار استقرت على كل واحد منهم. هنا نلاحظ أن الحلول الروح القدس في حاجتين ليهم صلة من رموز الروح اللي هو الريح والنار، لكن هنا استقرت عليهم يعني شخصيا كل واحد،
وهنا الكتاب استخدم كلمة استقرت، مش مجرد بس حلت، لأن ده نفس التعبير اللي اتقال على السيد المسيح وقاله يوحنا المعمدان في يوحنا 1:32، قال شهد يوحنا قائلا إني رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه. لأنه هنا في اختلاف ما بين حلول الروح القدس في العهد الجديد وفي العهد القديم. في العهد القديم كان بيحل الروح القدس على بعض الأفراد لفترة معينة ولسبب معين، هنا بيحل على كل واحد، مش مجموعة بس مثلا واحد أو اتنين، لكن على كل الموجودين. وإن في استقرار لأن الروح القدس لا يفارق الإنسان. لذلك يعني البعض ساعات بيعتقد أنه حلول الروح القدس يوم 50 كان على الرسل بمعنى 12 أو 70. لا، كلمة تلاميذ كان بتستخدم بتشير إلى كل المؤمنين، وعشان كده الروح الكتاب سفر الأعمال ذكر أنه عددهم كانوا 120. وليؤكد هذا الكلام النبوة اللي اقتبسها القديس بطرس لما تكلم. لما القديس بطرس لما اتكلم هو افتكروا الناس دول سكرانين، فهو رد عليهم وقال لهم لا، دول مش سكرانين، ده احنا الساعة الثالثة يعني 9 الصبح. فقال لهم ده متحقق ما قاله يوئيل النبي في إصحاح 2:28-29، بيقول ويكون في الأيام الأخيرة، هو القديس بطرس قال النبوة، إني أسكب من روحي على كل بشر، فتنبأ بنوكم وبناتكم، طبعا الرسل ما فهمش بنات، ويرى شبابكم رؤى، ويحلم شيوخكم أحلاما، وعلى عبيد أيضا وإمائي، يعني هنا في صغيرين وكبار، رجال ونساء، أسكب من روحي في تلك الأيام فيتنبؤون. النقطة الأخرى هي إن في فرق بين حلول الروح القدس يوم 50 وبين اعطاء الروح القدس للرسل في لقاء السيد المسيح معهم بعد القيامة. السيد المسيح لما التقى بهم بعد القيامة في يوم الأحد ونفخ وقال اقبلوا الروح القدس، من غفرتم الله خطاياهم غفرت لهم، أنا مسكتهم عليه أمسكت، اللي احنا نقولها في قسمة القيامة. هنا كان بيديهم موهبة الروح القدس لعمل الكهنوت، لذلك احنا في رسامة الكهنوت بتعطى نفخة الروح القدس، رغم ان الشخص اللي بيترسم اصلا هو شخص معمد واخد الروح القدس من خلال سر الميون. ففي فرق بين هنا اعطاء الروح القدس لعمل الكهنوت لعمل محدد، وده يعطى لناس معينين مش لكل حد، أو وضع اليد برضو لا يعطى لكل أحد، وبين حلول الروح القدس في اللي هو في لأجل الرسامة، وبين إعطاء الروح القدس لكل المؤمنين صغار وكبار رجال ونساء. الروح القدس زي ما قال السيد المسيح لكنكم ستتعمدون بالروح القدس. فحلول الروح القدس كان معمودية، مش كده بنقول ان يوم 50 ده يوم ميلاد الكنيسة. طبعا البعض ساعات بيتأملوا بعض التأملات ويقولون ان الكنيسة اتولدت في بيت لحم، الكنيسة اتولدت على الصليب. طبعا الكلام ده من ناحية اللاهوتية يحتاج الى تدقيق شوي، لانه الكتاب المقدس لما بيستخدم تعبير ان المسيح اخذ طبيعتنا، فالقديس بولس الرسول مثلا بيقول واقامنا معه واجلسنا معه في السماويات، لا يقصد نحن الافراد، لكن يقصد انه لما اخذ الطبيعه البشريه، فاخذ الطبيعه البشريه واتحاده بيها، ده مش معناها ان احنا نقول لان الكنيسه افراد، يعني الكنيسه هي جسد المسيح اللي هو احنا، والقديس بولس الرسول قال كده، أما أنتم فجسد المسيح وأعضاه أفرادا. دي الآية اللي احنا واخدينها يعني لسلسلة المحاضرات دي،
فالكنيسة ما كانتش لسه تكونت كأفراد، لكن السيد المسيح كان بيعيد البشرية مرة أخرى، بيفتح المجال للبشرية. يعني هو لما قبل الروح واستقر عليه، ما نقدرش نقول أن الروح القدس حل على الكنيسة في معمودية المسيح. احنا لو خدنا نفس المبدأ، يبقى زي ما هنقول أن الكنيسة اتولدت في بيت لحم، يبقى الكنيسة حل عليها الروح القدس في معمودية المسيح، يبقى الكنيسة اتصلبت على الصليب مع المسيح. كلام ده يعني يحتاج إلى إيه؟ تدقيق شوية من ناحية اللاهوتية. المسيح خد طبيعتنا وقبل الروح لأجلنا، لأن هو لا يحتاج إلى قبول الروح القدس، لأن هو في الروح القدس، الروح القدس فيه بحكم أن هو أقنوم الإبن. لكنه لما أخذ طبيعتنا البشرية وصارت جسده الخاص، فقبل الروح لكي ما يفتح لينا إحنا أن إحنا نقبل الروح. مش كده نفس التعبير اللي استخدم من جهة حلول الروح القدس على المسيح واستقر عليه، استخدمه الوحي الإلهي لما عبر على مجيء على حلول الروح القدس واستقر على كل واحد فيهم، لأن ده السبب اللي لأجله السيد المسيح قبل الروح. فساعات ناس تقول طب ما هو بولس الرسول قال مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه. هل البولس الرسول يقصد هنا أنه هو اتصلب مع المسيح على الصليب؟ طبعا لا، عشان كده نكمل الآية. يعني الآية دي في رسالة غلاطية صح الثاني عدد 20. فساعات بنقول النص الأول من الآية وبعدين بننسى النص الثاني. النص الثاني بيقول إيه؟ فما أحياه الآن في الجسد إنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي يعني وأسلم نفسه لأجلي. يبقى إذن بيتكلم على نفسه، بيتكلم على نفسه كشخص قبل الإيمان وبيحيا الآن في حياة جديدة. يعني بيقول مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه. فما أحياه الآن في الجسد إنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أسلم نفسه لأجلي. يعني هو سلم نفسه، ما سلمنيش معاه. يعني لو أنا كنت موجود معاه أو كان بولس الرسول موجود معاه على الصليب ما كانش قال سلم نفسه، ما هو سلم، أنا سلمني معاه. فإذن هنا لا يقصد بها هذه المعنى، لكن يقصد بها يقول إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. ما قالش الذي أحبني وأنا سلمت نفسي معاه. يبقى هنا القديس بولس الرسول لا يقصد هذا المعنى، وبالذات إن هو أيضا تكلم عن إن المعمودية هي موت وقيامة مع المسيح، مدفونين معه في المعمودية. فإذا القديس بولس الرسول لو خدنا الآيات اللي ذكر فيها الموت مع المسيح وإن الإنسان بيصلب الأهواء والشهوات، ما هنا ما كانش بيتكلم على الصليب، كان بيتكلم على المعمودية اللي فيها بقى كل واحد زي ما المسيح مات على الصليب وانتصر على الموت. مطلوب من كل واحد فينا اللي يؤمن بالمسيح انه ايضا ينتصر على الموت، بس ينتصر على الموت من خلال المعمودية. كمان ايضا في بعض بيعملوا مقارنة ما بين ما حدث يوم الخمسين وبين التجسد، بين ما حدث يوم الخمسين انه الروح القدس جه على التلاميذ، وبين الاتحاد ابن الله الكلمة بالطبيعة البشرية، وبيقارنوا ما بين العليقة. يعني احنا قصة العليقة اللي شافها موسى، كلنا كنيسة بتقول لنا ان هذه العلاقة ترمز الى ايه؟ للتجسد. ما عندناش ابدا اي حد من الاباء او في الحان الكنيسة قالت ان العلاقة دي ترمز الى حلول الروح القدس على التلاميذ يوم الخمسين. مش حد قال حاجة زي كده يعني من اباء الكنيسة المعتبرين، يعني اعمدة في الكنيسة.
إنما أحيانا البعض نتيجة حبه في التأمل، يعني مثلا شاف إنه العلقة كان في نار ويوم الخمسين في نار، فحب يعني يغبط ما بين الاثنين. بس لازم يكون الغبط يكون في صحة لاهوتية. ليه؟ لأن التجسد يختلف عن حلول الروح القدس على التلاميذ. أول حاجة إن السيد إن أقنوم الابن اتحد بطبيعة بشرية كاملة ولم يتحد بشخص. الروح القدس في يوم الخمسين حل على أشخاص، فما أقدرش أقول إن التجسد طبيعة إلهية بتتحد بطبيعة إنسانية، وإنه يوم الخمسين طبيعة إلهية بتتحد بطبيعة إنسانية. الكلام ده ما يمشيش صح، لأن في فرق كبير، وإلا يبقى إحنا بنسقط في بضعة مصطوق اللي هو قال إنه اتحد بشخص إنساني. لكن السيد المسيح أو أقنوم الكلمة اللي هو الطبيعة الإلهية، هنا طبيعة هي شخص إلهي، مش بس طبيعة إلهية، شخص إلهي اتحد بطبيعة بشرية وليس بشخص بشري. أما في الخمسين، في يوم الخمسين، فالروح القدس حل على بشر، أفراد، مش طبيعة بشرية، أفراد موجودين بالأسامي معروفين مين هم وعاداتهم حتى معروف. النقطة الثانية ان طبيعة الاتحاد، يعني في فرق من الذي اتحد، من الذي حل، وكيف اتحد وكيف حل، في فرق بين الاثنين. ففي في التجسد اقنوم الابن اتحد بطبيعة بشرية، بس ازاي اتحد بيها؟ قديس كيرلس السكندري في رسالته الثانية الى نسطور قال ان شرح لنا الاتحاد الأقنومي واداله صفات واضحة. يعني أي حد بيدرس لاهوت كلمة اتحاد أقنومي هيبوستاتيك يونيون ليها معنى واضح، شرحه القديس كيرلس واستقر في الكنيسة كلها، إنه لما أخذ طبيعة بشرية كاملة صار هذا جسد الخاص، فأصبح كل الصفات التي لطبيعته البشرية اللي أخذها تنسب ليه، والعكس تبادل الخواص، وأصبح هناك فعل واحد وليس هناك فعلين. يعني المسيح في تجسده ما كانش ليه فعلين، ما كانش فيه فعل بيفعله كإنسان وفي فعل بيفعله كبشر، وإلا يبقى فيه شخصين، لكن هو فعل واحد. فهو حينما مات بالجسد، لكن الذي مات عنه الله، كنيسة الله التي اقتناها بدمه. وحتى الكتاب دايما بينما بيستخدم تعبير ابن الله وابن الإنسان، لكن ساعات يستخدم ابن الإنسان في مكان حاجة تخص اللاهوت، زي ما قال السيد المسيح ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء، ما قالش ابن الله. ليه؟ لأن في تبادل في الخواص. طبعا حلول الروح القدس علينا لم يكن حلول أقنومي بمعنى طبيعة الحلول، وإلا يبقى إحنا صغنا كل ما نفعله ينسب للروح القدس. احنا رغم ان احنا روح القدس وصغنا هيكل للروح القدس، لكن احنا مسؤولين عن افعالنا، واحنا بنفعل افعال كثيرة لا يرضى عنها الروح القدس. فاذا حلول الروح القدس فينا صح، واقنوم الروح القدس اللي حل، بس حل بالمواهب، حل بالمواهب. ودي نقطة تانية، يعني ايه نوع الحلول؟ في من الذي حل وكيف حل؟ لساعات الناس بتلخبط في كلمة الحلول الأقنومية. يعني أنا هديكم مثل بسيط جدا، لو احنا كنا في النهار مش في الليل دلوقتي، وبعدين الشمس دخلت الكنيسة هنا، فمين اللي دخل الكنيسة؟ الشمس. لكن ازاي دخلت؟ دخلت بشعاعها، دخلت بضوءها، ما دخلتش أقص الشمس ما جاش دخل الكنيسة طبعا، يعني لازال قوس الشمس موجود لكن دخل. فهو مثلا مرة الشمس، لكن بقول الشمس دخلت، ولو قلت شعاع الشمس دخل مظبوط، ممكن تقول نحس بالحرارة، نكون مثلا سقعانين وبعدين الشمس تطلع فنحس بالدفء،
فنقول حرارة الشمس. فممكن الشمس تخش بحرارتها، ممكن تخش بنورها، تخش بشعاعها، لكن قرص الشمس نفسه ما بيخشش هنا، صح؟ لذلك الروح القدس ممكن يحل، يعطي مواهب متعددة، يعطي قيادة لحياة القداسة، يعطي عمل الكهنوت. زي ما يقول الشمس تيجي بروح، تيجي بحرارتها، تيجي بنورها، تيجي بشعاعها، لكن لا يتحد. لكن مين هي؟ هي الشمس. إنما بتعطي من خلال صفات فيها. لذلك الروح القدس يعطي من خلال المواهب أو من خلال النعم. نعم، ناخد مواهب الروح القدس، بناخد نعم الروح القدس، بناخد عمل الروح القدس في حياتنا. لكن أما الاتحاد بالروح القدس كاتحاد إقنومي، نوع الاتحاد، فده غير موجود. ده لم يحدث فقط إلا في التجسد، لم يحدث فقط إلا في التجسد، إنه أقنوم الإبن اتحد اتحادا حقيقيا بطبيعة بشرية كاملة وجعلها جسده الخاص. عشان كده يعني نميز ما بين من الذي حل وكيف حل. بالنسبة للتجسد، أقنوم الإبن حل اتحد، واتحد اتحادا أقنومية. أما الروح القدس، فالروح القدس حل على التلاميذ، لكن كيف؟ كيف؟ من خلال عمله، من خلال مواهبه. عشان كده يعني بنقول إن في فرق كبير ما بين اتحاد أقنوم الإبن بطبيعتنا البشرية في من السيدة العذراء اتحادا أقنوميا، وبين حلول الروح القدس في يوم الخمسين. نرجع تاني ليوم الخمسين، نجد زي ما ذكرنا انه كان موجود اشخاص من جنسيات مختلفة، لانه كان عيد، والعيد ده كانت الناس بتيجي تتجمع، كانوا اليهود يعني بيتجمعوا، مطلوب منهم انهم ييجوا ثلاث مرات في السنة في الثلاث اعياد دول. ولان العيد ده كان بيجي في وقت ربيع، بيبقى الجو كويس، فبيبقى عليه اقبال شديد، مش كده؟ كان، وطبعا كانوا اليهود في الشتات، فكانوا في يهود جايين ببلاد مختلفه، منهم عرب كمان كانوا موجودين وناس من مصر. فلما شافوهم اللي حصل بالنسبه للتكلم بألسنة، حاجتين حصل، انه شافوهم بيتكلموا بألسنة، كل واحد بيسمع بلغة مختلفة، فاستغربوا يعني ازاي الناس الجاليليون دول البسطاء ازاي بيتكلموا كل اللغات دي. اولا كانوا بيتكلموا لغات معروفة، مش زي ما دلوقتي واحد يقولك حل عليه الروح فبيتكلم بلغة غير معروفة. يعني هم كانوا بيتكلموا بلغات مختلفة لكن معروفة، عشان كده الكتاب المقدس كتب لنا أسماء اللغات دي. يعني زي ما تتلاقي مثلا مجموعة قاعدين، لاحد بتكلم إنجليزي، واحد بتكلم فرنساوي، واحد بتكلم ألماني، واحد بتكلم، بس ما فيش واحد بتكلم لغة غير معروفة، لأن كان الهدف أن يثيروا انتباه اللي موجودين، واللغات دي كانت بتعتمد على مين اللي موجود، اللغات اللي بيعرفوها. بعد كده لما القديس بطرس وقف يتكلم، طبعا بيتكلم بلغة واحدة، يعني كان بيتكلم بلغة واحدة بس كلهم كانوا فاهمينه، زي الترجمة الفورية كده. يعني كان في الأول بيتكلموا بلغات فكل واحد سامع لغته، وبعدين وقف القديس بطرس يتكلم فابتدى كل واحد يعني يسمعه بيتكلم بلغته. وبعدين هو ألقى عظة، العظة دي كل واحد فهمها. كان ايه هدف العظة؟ اول حاجة يعني بعد ما شرح لهم ان دول مش مبلوعين سلافة ودي تحقيق النبوة، دخل في الموضوع بقى المهم اللي هو كلمهم عن النبوات. كان بيكلم يهود، كل الموجودين دول كانوا يهود. وبعدين جه بقى في الجزء الاساسي فقال: فليعلم يقينا جميع بيت اسرائيل ان الله جعل يسوع هذا الذي طلبتموه انتم ربا ومسيحا. يعني اذا التركيز هنا على شهادة للصلب
والقيامة، وانه ان يسوع المسيح اللي انتوا حكمتوا عليه وكنتوا بتنظروا عليه كشخص كاسر للناموس، هو ده الله جعله هو ربا ومسيحا. العظة دي أثرت تأثير شديد على الناس، رغم ان كلماتها كلمات بسيطة يعني ليست، واحنا يعني نشكر الله اللي ايه حط لنا نص العظة، لانه لو كانش نص العظة ده موجود كنا هنقول ايه الكلام السحري ده اللي قاله القديس بطرس عشان يكسب 3000، لكن النص موجود. عشان كده التأثير مش بلاغة الكلام لكن عمل الروح القدس. ذلك قال فنخصوا في قلوبهم، فلما سمعوا نخصوا في قلوبهم وقالوا ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة. فالنخسة القلب دي ما بتجيش لا بالبلاغة ولا بقوة الوعظة ولا بتكتيبها ولا حاجة، دي بتيجي بعمل الروح القدس انه ينخس قلب الإنسان. عشان كده ممكن واحد قلب ينخس بكلمة بسيطة جدا، وفي واحد يسمع شخص يعني عظيم في وعظه ولا كأنه سمع حاجة، هو بيتسلى يسمع كلام لطيف وكل حاجة وقعدة جميلة لكن فيش تغيير. عشان كده القياس في تأثير العظة مش في جمالها ولا الناس انبسطت منها، طب أثرت فيهم في ايه، هو ده المهم، أثرت فيهم في ايه. وده الفرق بين الانتركتينمنت التسلية. التسلية انت بتروح مثلا بتسمع حاجة بتتسلى، حد بيحكي لك قصة، بتتفرج على مسرحية بتاع، تطلع مبسوط، لكن عمل التغيير مش مهم. إنما العظة مش هدفها تسلية الناس، تسلية قيادة الناس إلى التوبة. لذلك لما نخس في قلوبهم قالوا ماذا نصنع، على طول رد عليهم توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس. وطبعا نتيجة كده ان هم قبلوا كلامه بفرح واعتمدوا وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 ناس. هنتكلم على عمل الروح القدس في الكنيسة الاولى. الكنيسة الاولى كانت كنيسة فقيرة من ناحية الامور المالية، لكن كانت كنيسة غنية بعمل الروح القدس. عشان كده الروح القدس كان يعمل في الكنيسة، وهنشوف في عدة نقاط. أول حاجة في عمل الآيات والمعجزات، لما تقرأ في سفر الأعمال أنه كانت شهادات الرسل كانت بتصاحبها آيات ومعجزات عشان تسند الشهادة، وأيضا عشان تنقل رسالة. يعني ليه كان في معجزات شفاء أمراض كتيرة؟ لأنه عمل المسيح الخلاصي هو شفاء البشرية، فكان شفاء المرض الجسدي بيشير إلى الشيء الأعظم وهو شفاء البشرية اللي كانت مريضة بالخطية وتحت حكم الموت. لذلك كان دايما النبوات اللي تأتي على المسيح أن يصنع آيات شفاء، والسيد المسيح عمل معجزات شفاء كتيرة وأعطى نفس الموهبة دي ليهم. فأول معجزة بتقابلنا هي معجزة شفاء الرجل اللي كان أعرج من بطن أمه، اللي شفاء القديسين بطرس ويوحنا، وكان بيحمل ويجيبوه يحطوه كده عشان خاطر يعني ينال صدقة. فلما شاف بطرس فبص ليهم هما الاثنين وقال لهم، كان فاكر هيدوله حاجة، فقديس بطرس قال له ليس لي فضة ولا ذهب ولكن الذي لي فإياه أعطيك، باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. فامسكه بيده اليمنى واقامه، ففي الحال تشددت رجلاه وكعباه فوثب ووقف وصار يمشي، ودخل معهما الى الهيكل وهو يمشي ويطفر ويسبح. في قصة على الحتة دي، كان مرة يعني احد الاباء في مكان يعني في كنائس فخمة، فبيشرح للضيوف يعني قديه شوفوا الكنائس الفخمة والذهب والحاجات الموجودة دي، فبيقول لهم خلاص انتهى الزمن اللي بيقول فيه بطرس ليس لي ذهب ولا فضة. فرد عليه شخص قال له برضو وانتهى الزمن اللي بيقول باسم يسوع المسيح النصير قم وامشي. يعني
يعني اللي بيفتخر ان الكنيسه بقت غنيه وعندها كاتدرائيات وعندها ذهب وحاجات مطليه بالذهب دي. ما هو برضو الغنى الحقيقي هو الغنى بعمل الروح القدس ونعمته. لذلك كانت الكنيسه كانت غنيه في هذا. كمان ايضا نجد انه يعني ايات كتيره بتلاقوها في سفر الاعمال يعني بتفكرنا بالساعات بتحكي قصص معجزات محددة وساعات بتحكي بالجملة كده. يعني مثلا في أعمال 5 طبعا قصة المقعد دي في أعمال 3:16 وجرت على أيدي الرسل آيات وعجائب كثيرة في الشعب. وبعدين بقى في أعمال 5 وبعدين بيوصف لنا وكان مؤمنون ينضمون للرب أكثر جماهير من رجال ونساء حتى أنهم كانوا يحملون المرضى خارجا في الشوارع ويضعونهم على فرش وأثر حتى إذا جاء بطرس يخيم ولو ظلوا على أحد منهم. واجتمع جمهور المدن المحيطة إلى أورشليم حاملين المرضى ومعذبين من أرواح النجسة وكانوا يبرؤون جميعهم. يعني شوفوا كلام يعني بيقول لك حجم الآيات والمعجزات كانت بتحصل. وأيضا في أعمال 2:43 وكانت آيات وعجائب كثيرة تجري على أيد روس. الحاجة الثانية أن الروح القدس ادهم القوة للشهادة للمسيح، لأن التلاميذ ما كانوش يعني يملكوا قوة، يعني لا قوة عددية ولا قوة مالية ولا قوة طبعا حربية ولا حتى قوة بلاغية، يعني أغلبيتهم ناس بسطة. طب إزاي هيشهدوا للمسيح للعالم كله؟ عشان كده كان هذا عمل الروح القدس. السيد المسيح قال لهم ولكنكم ستنالوا قوة ما تحل الروح القدس عليكم. طبعا وشفنا ازاي القديس بطرس وقف وشهد للمسيح وسط هذه الجموع. نفس الرجل الذي انكر معرفته بالمسيح امام جارية هو نفسه اللي وقف وبيكلم جمهور اليهود بهذه الجماهير ويتكلم بهذه القوة. ايضا لما حصلت معجزة إقامة المقعد اللي كان ليه 40 سنة ده، الناس بصت لهم بقى يعني افتكروهم هم ده انتوا ناس عظمة يعني عظماء عملتوا كده. قال لهم لا ليس بتقوانا او قوتنا قد جعلنا هذا يمشي. اوعى تفتكروا احنا، لكن قال لهم بقى، شرح لهم انه مش بتقوانا، ده المسيح. فشرح في الهيكل لما الناس اتجمعت، ما هو خد الراجل وابتدى يمشي معاه والراجل بقى بينط كده بقى مبسوط وبيسبح ربنا ودخلوا الهيك. فالناس كلها اتجمعت لان كلهم كانوا بيشوفوا الراجل ده قاعد على الباب بره، فلما شافوه داخل كده استغربوا. فبولس بطرس الرسول يعني استغل هذه بقى عشان خاطر يشهد للمسيح. فقال لهم رئيس الحياة قتلتموه الذي اقامه الله من الاموات ونحن شهود لذلك، وبالإيمان باسمه شدد اسمه هذا الذي تنظرون وتعرفونه، الإيمان الذي بسطه أعطاه هذه الصحة أمام الجميع. فهنا اداله يعني الصحة اللي خدها دي بسبب قوة يسوع المسيح. أمام رؤساء الكهنة بعدين لما لقيوا كده راح قبضوا عليهم على القديسين بطرس ويوحنا وجابوهم وقفوا قدام رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب. فبرضو القديس بطرس شهد إن كنا نفحص اليوم عن إحسان إلى إنسان سقيم بماذا شفي فليكن معلوما عند جميعكم وجميع شعب إسرائيل أنه باسم يسوع المسيح الناصري الذي طلبتموه أنتم الذي أقامه الله من الأموات بذاك وقف هذا أمامكم صحيحا. يبقى إذن المعجزة كانت وسيلة ان هم يقدموا هذه الشهادة بوضوح. كمان ايضا نجد ان بعد ما قبضوا لما هم يعني لقيوا الايات بتصنع فراحوا قبضين على كل الرسل وحطوهم في السجن وبعدين طلعوا يعني بطريقة معجزية ربنا اخرجهم واليوم تانوا بيعلموا فجابوهم وهددوهم. فقال لهم بطرس الرسول ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس، اله ابائنا اقام يسوع المسيح الذي انتم قتلتموه معلقين اياه على خشب، هذا رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلصا ليعطي اسرائيل التوبه.
ومغفرة الخطايا، ونحن شهود بهذه الأمور، وروح القدس أيضا للذي أعطاها الله للذين يطيعون. تلاحظوا أنه دايما يتكلموا على القيامة، يعني دايما المركز الشهادة هي أنه مات وقام، القيامة هي الأساس. برضو لما القديس بطرس شهد أمام كرنيليوس والمجموعة اللي جمعها، قال لهم نحن شهود بكل ما فعل في كرة اليهودية في أورشليم، الذي أيضا قتلوه معلقين إياها على خشبة، هذا أقامه الله في اليوم الثالث. قديس بولس فأنتقد بسيدية لما دخل المجمع وبعد ما تكلمهم على النبوات، وقال لهم ولما تمموا كل ما كتب عنه أنزلوه عن الخشبة ووضعوه في قبر، ولكن الله أقامه من الأموات. في أثينا في أريوس باغوس، لما القديس بولس كان بيكلم اليونانيين في أثينا، طبعا ما كانوش يهود، فالله الذي رغم أنه هو البداية بتاعته مختلفة عن اللي قاله في أنطاكيا بسيدية، ممكن يعني تقارنه ما بين أعمال 13 وما بين أعمال 17 بين العظتين، لكن الحاجة المشتركة هي الشهادة لقيامة المسيح. فالقديس بولس قال لهم فالله يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا، متغاضيا عن أزمنة الجهل، لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكون بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات. طبعا هما لما سمعوا بالقيام الأموات كان البعض يستهزئون والبعض يقولون سنسمع منك من هذا أيضا، يعني لكن تلاحظوا أن كان في شهادة للمسيح، وكانت شهادة تتركز حوالين القيامة، وطبعا في أمثلة كتيرة. روح القدس أيضا إداهم عدم الخوف، لأن هم واجهوا تهديدات كثيرة، فإداهم شجاعة. فمثلا بعد معجزة إقامة المقعد، فخدوا بطرس ويوحنا وهددوهم، وفعدوهما وأصهما أن لا ينتقل بتة وأن لا يعلم باسم يسوع. فأجابهم بطرس ويوحنا إن كان حقا أمام الله أن نسمع لكم أكثر من الله فاحكموا، لأننا نحن لا يمكننا ألا نتكلم بما رأينا وسمعنا. يعني ما يقبلوش التهديد. نفس الكلام لما قبضوا على الرسل هددوهم، فبطرس والرسل أجابهم ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. كمان أيضا الروح القدس أعطاهم الصلاة بحرارة، لأن دي كانت السند أنه عايزين قوة، فالروح القدس بيسندهم في الصلاة. عشان كده في لما حصل ان بعد تهديد بطرس ويوحنا عادوا الى باقي الرسل وصليا معا، واعمال اربعة قال لنا الصلاة، لكن ايه النتيجة؟ ولما صلوا تزعزع المكان الذي كان مجتمعين فيه، وامتلأ الجميع من الروح القدس، وكان يتكلمون بكلام الله بكل مجهر يعني ما خافوش، بس كانوا عاوزين حاجة تسندهم. عشان كده رجعوا وصلوا، ولما صلوا امتلأوا من الروح القدس. بمعنى ايه؟ ان عمل الروح القدس ابتدى يظهر فيهم ايضا. ايضا الروح القدس اعطاهم ان يفرحوا بالالام لاجل المسيح. لاحظوا ان التلاميذ قبل الصلب والقيامة كانوا مع المسيح، لكن ما كانش فيه اضطهاد ضدهم، وكان فكرهم يعني بيتحدث عن انه المسيح والملك، واحد يقعد عن يمينه وعن اليسار، ولما كان المسيح يتكلم عن آلامه هو ما كانوش بيقبلوا الكلام ده. الفكر ده اتغير بعمل الروح القدس. فمثلا لما جلدوهم اما هم فذهبوا فرحين من امام المجمع، لان حسبوا مستأهلين ان يهانوا من اجل اسمه، وكانوا لا يزالون كل يوم في الهيكل وفي البيوت معلمين ومبشرين بيسوع المسيح. يعني مش بس كانوا بيفرحوا بالألم، لكن الألم دي ما كانتش بتخليهم يخافوا أو يبطلوا الكرازة. يعني التهديدات والألم حتى وصلت إلى حد الجلد ما كانتش بتخليهم يخافوا. هما نفس التلاميذ اللي كانوا خايفين وقاعدين في العلية وقافلين على نفسهم، لما شافوا أن قبضوا على المسيح وصلبوه خافوا بقى ليجوا عليهم هما، فكانوا قاعدين خايفين بسبب الخوف من اليهود.
لكن الروح القدس ادهم قوة وشجاعة وادهم ايضا فرح. ايضا الروح القدس اعطى مواهب كثيرة في الكنيسة. يعني كنيسة الرسل كانت تمتاز بالمواهب، مواهب الروح القدس. والقديس بولس الرسول اتكلم على الموضوع ده في رسالة كونتس الاولى، لان ما كانتش قاصرة بس على اورشليم، يعني كان في عمل الروح القدس يعطي مواهب. فالف انواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد، لو الروح القدس يعني، وانواع خدم موجودة ولكن الرب واحد، وانواع اعمال موجودة لكن الله يعمل الكل في الكل. وهنا تلاحظوا ان في ساعات ناس بتعتبر ان مواهب الروح القدس يعني واحد يتكلم بألسنة او يعمل معجزات. صح، دي من ضمن المواهب، لكن مش بس المواهب، ده بيقول ايه انواع خدم وانواع اعمال. فالروح القدس بيدي مثلا موهبة في التكلم، موهبة في الخدمة، موهبة في الرعاية، موهبة في الافتقاد، موهبة في الاهتمام بالمحتاجين. دي كلها مواهب الروح القدس، مش شرط لازم واحد يتكلم بألسنة او ان هو يعمل معجزة، لكن لكل واحد يعطى اظهار الروح للمنفعة. فلواحد يعطى بالروح كلام حكمة والاخر كلام علم حسب الروح الواحد، الاخر ايمان بالروح الواحد، والاخر مواهب شفاء بالروح الواحد، والاخر عمل قوات، والاخر نبوة، والاخر تمييز الارواح، والاخر انواع السنة، والاخر ترجمة. لكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسما لكل واحد مفرده كما يشاء، لان كان بيحصل منافسة، طب مين اللي عنده مواهب افضل؟ فبيقول لهم لا، هي في مواهب متنوعة بيعطيها الروح القدس لكل واحد حسب ما يشاء. لكن الكنيسة محتاجة لكل المواهب دي، محتاجة للألسنة ومحتاجة للترجمة، محتاجة للعلم تعليم يعني، محتاجة للنبوة اللي هي الواحد يحذر الناس بالنسبة لما يحدث في المستقبل، تمييز الأرواح، يعني تمييز الأرواح، لأن قديس بولس يوحنا قال امتحنوا الأرواح. الأرواح يعني إيه؟ يعني واحد بيجي لك بفكر معين، لازم يبقى عندك قدرة على التمييز، ولا الإنسان ممكن ينخدع، لأن الشيطان ممكن ياخد حتى صوت شبه ملاك زي ما قال بولس الرسول. لذلك التكلم بالألسنة هو إحدى المواهب، لكن مش هو الموهبة الوحيدة ولا هو علامة حلول الروح القدس. إن في بعض المجموعات يعتبروا إن علامة الروح القدس إن شخص يتكلم بألسنة. صحيح حصل إنه في يوم 50 تكلموا بألسنة، لكن في مواهب تانية وفي ناس حل عليهم الروح القدس ولم يتكلموا بألسنة. وحتى التكلم بألسنة له نظام، عشان كده القديس بولس الرسول في رسالة كونس الأولى في صحة 12 اتكلم على المواهب، وجي في صحة 14 اتكلم على التكلم بألسنة بالذات، يعني ادى صح شبه كامل، يعني شبه الصح كله بتكلم على التكلم بألسنة. فيريد تقول صح ده عشان ده يرد على ساعات في ناس تقول هل التكلم بالألسنة موهبة من الروح؟ موهبة. هل التكلم بألسنة دي موهبة كانت زمان بس؟ الإجابة لا، ممكن تكون موجودة النهاردة، مش شرط ان هي موهبة، لان مواهب الروح ليس مرتبطة بزمان لكن مرتبطة باحتياج. يعني الروح القدس يعمل زي ما عمل في الكنيسة الاولى بيعمل ايضا في الكنيسة. انما بقى ايه المشكلة؟ اننا نعرف ان التكلم بألسنة ده هو ده التكلم بألسنة كموهبة الروح القدس ولا ده حاجة تاني زي المعجزة مثلا؟ يعني ممكن معجزات تحصل، بس يا ترى المعجزة دي معجزة من الله ولا معجزة من الشيطان؟ فممكن التكلم بألسنة يكون من الروح القدس وممكن يكون من روح شيطاني. طب نعرف منين؟ القديس بولس الرسول حط قواعد، فقال ايه؟ إن كان أحد يتكلم بلسان فإثنين إثنين أو الأكثر ثلاثة ثلاثة وبتكتيب، وليترجم واحد، ولكن إن لم يكن مترجم فليصمت في الكنيسة وليكلم نفسه والله. طيب، فلو أنا قاعد في اجتماع ولقيت واحد طلع كده هتكلم بلغة ما حدش عارفها، وبين واحد تاني راح طلع وقال حاجة تاني، والتالت طلع حاجة تاني،
دي تمشي مع الكلام اللي قاله بولس الرسول. ده بيقول بتكتيب، فين التكتيب وفين الترجمة؟ يعني عاوزين نفهم، طب انت بتقول ايه وفين الاحتياج؟ عشان كده هو قال ان تكلم الألسنة آية لغير المؤمنين وليس للمؤمنين، يعني بتعطى نتيجة احتياج. وبعدين قال قاعدتين مهمين جدا، قاعدتين مهمين جدا. فقال ايه؟ ان ارواح الانبياء خاضعة للانبياء. يعني واحد يقولك لا ده انا روح القدس حركني ما قدرتش امسك نفسي، نقول له لا، ارواح الانبياء خاضعة للانبياء. يعني ساعات مثلا ناس تعمل اجتماع صلاة، كويس، احنا متعودين لما نعمل اجتماع صلاة بتكتيب، يعني فلان مثلا شخص هيصلي صلاة تجالية، فاللي في واحد بيقود الاجتماع وبيبقى في تكتيب، يعني مثلا بنصلي الأجبية بس في تكتيب في الأجبية، بقى ممكن في صلاة تجالية واحد أو اتنين يصلوا. لكن مثلا يجي واحد واحنا مثلا بنصلي الأجبية يقولك لا الروح القدس حركني دلوقتي، أنا بقى بدل ما نقول صلاة الشكر هنبتدي بمزمور تاني، أو وسط ما احنا بنصلي روح طالع هو بصلاة يقول لك الروح حركني، نقول له أرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء. أو ساعات ناس يقول لك يصلوا اجتجالي، فكل واحد حسب ما يطلع كده يقول لك حسب ما حركك الروح، فممكن تلاقي اتنين طلعوا مع بعض. كل الكلام ده مخالف للي قاله بولس الرسول. يعني قديس بولس قال تكتيب، اتنين اتنين، ثلاثة ثلاثة، لازم يكون في مترجم، أرواح الأنبياء خضع الأنبياء. وبعدين قال إيه مبدأ التاني؟ لأن الله ليس إله تشويش بل إله سلام. فأنا لما أخش في اجتماع ولاقي كله بيتكلم يبقى ده اسمه إيه؟ اسمه تشويش. فنقول لا، أن الله إله ليس إله تشويش بل إله إله سلام. أيضا الروح القدس عمل في الكنيسة الأولى في إقامة الخدام، يعني أصبح في خدام مسؤولين. فالقديس بولس الرسول قال فوضع الله أناسا في الكنيسة، أولا رسلا، ثانيا أنبياء، ثالثا معلمين، ثم قوات، وبعد ذلك مواهب شفاء، أعوانا تدابير، وأنواع ألسنة. فأصبح في اللي بنسميها رتب الكنسية، والكنيسة رتبت حسب الاحتياج. يعني مثلا كان الأول في الرسل اللي بينتشروا، بعدين عايزين طب كنيسة تكونت في مكان، فعايز حد يرعى الكنيسة دي، في أسقف، فابتدت فكرة الأسقف يقام. بعدين لما زادت الخدمة احتاجوا لشمامسة فأقامت رتبة الشمامسة. فالروح القدس بيقيم خدام الكنيسة، لذلك أي خدمة لها رتبة، والشخص ده بيقام في هذه الخدمة بصلاة. في صلوات بوضع اليد في رتب الكهنوتية، وفي صلوات ليست فيها وضع اليد زي رتب الأخرى، زي مثلا عندنا رتبة الأبسلطس والأغمسطس، دول ما فيش وضع يد لكن في صلاة. فالفكرة اللي موجودة حاليا في الكنيسة عندنا الناس بتخدم كده بدون ما يكون في إرسال ليهم وصلاة ليهم. تلاحظوا أنه دايما لما تبصوا في كتابات الرسامات تلاقي ان الصلاة مرتبطة بنوع الخدمة اللي هيخدمها الشخص ده، لان احنا بنطلب ان ربنا مثلا بنقسم بسلطس دورهم التكتيل والتسبيح، فبنطلب ان اللهم يسبح الله بقلب نقي وان الله يقبل تسبيحهم ويقبل تكتيلهم. لما يجي مثلا اغنسطس بنتكلم على التعليم وقراءة الكتب وفهمها. فدايما الصلاة بنطلب عمل الروح القدس في هذا الشخص الذي سوف نقيمه في هذه الخدمة. يعني نتمنى ان كنيستنا ترجع تاني للنظام اللي كان موجود في الكنيسة الاولى، وانه يبقى فعلا كل خدمة يقام لها الشخص فيها وتقام له صلاة لكي ما يأخذ نعمة من الروح القدس تساعده في هذا العمل. يعني مثلا لما جت مشكلة الموائد، مين بقى بيفكر ان مثلا لجنة الاغابي دي نصلي لها؟ يقول لك ايه ده هيطبخوا، والطبخ ده عايز صلاة، ولا هيقدموا اكل يعني.
ده لما جم حكايه الموائد دي قال لك كونوا ناس مملوئين من الروح القدس والحكمه. عشان كده دايما تحصل خناقات على حكايه الاغابي والستات يتخانقوا مع بعض في حكايه لما مثلا يعملوا مثلا مناسبه معينه، لا قامت خناقات، دي عايزه تعمل ودي عايزه تعمل ودي مش عارف ايه. ليه؟ ما فيش حكمه، فيش حكمه في في نشاط وفي محبه وفي غيره، لكن ما فيش حكمه. عشان كده يعني لما تلاقي دايما تسمع بالحكايات دي يقول لك كل المشاكل طالعه من المطبخ، لان احنا ما بنبصش للخدمه دي كخدمه روحيه. هي بتطبخ كويس كويس، بس هي الموضوع ما هو مش مطعم، يعني احنا مش فاتحين مطعم بيعتمد على انك بتعمل اكل كويس فالناس بتيجي. انما بنقدم اغابي، بنقدم محبه، فقبل ما بنقدم كويس بنقدم محبه، محبه بينا وبين بعض الاول قبل ما وبينها وبين الناس واحنا بنتعامل مع الناس. عشان كده في ساعات ناس تتضايق يقول لك بيعاملونا معامله وحشه وهكذا. عشان كده لما أقاموا لخدمة الموائد قال يكونوا مملوئين من الروح القدس والحكمة، ودهم صلاة ودبة. بعدين مثلا لما ابتدت خدمة النساء أصبح في خدمة الشماسات، كان في الكنيسة الأولى ولها أيضا وتب. ليه؟ لأن بتكلف بخدمة معينة، سواء خدمة تعليم أو خدمة قيادة في التسبيح في الكنيسة أو خدمة مساعدة في بالذات في التناول او مساعده في المعموديه. بالذات يعني بدات في المعموديه انه لما كان يعني ناس بيدخلوا الايمان ففي ستات كبار يعني بالغين واطفال، فذلك الكنيسه عملت غدبه الشماسه عشان تروح وتعلم الست دي في البيت، لانه الشماس او الكاهن او الاسقف مش هيقدر يروح لانه ممكن يكون جوزها راجل مش مؤمن. فكانت هي اللي بتروح، ما كانش فيه كنايس، ما كانش في القرون الاولى ما كانش فيه كنايس، فكان التعليم بيعتمد على البيت. طب مين اللي هيروح يعد الست دي عشان تتعمد؟ فعملش اي ست تروح، فعملت وتبة الشماسة انها تروح عشان خاطر تعلم، وفي الشماسة الاغنسطس وفي الشماسة الابسلطس، وبعدين في الشماسة بقى اللي بتساعدها في الليتورجية المعمودية، تقف معاها تساعدها، تقف مع الكاهن وتقوم بعمل في هذا. مش هي مش هي مش بتعمد طبعا، لكن بتساعد اللي احنا بنعمله دلوقتي. يعني احنا لما بيكون مثلا واحدة ست كبيرة يعني هتتعمد، فبنشوف واحدة ست من الكنائس من الكنيسة يعني تقف معاها تتعلمها تقول لها وهكذا. بس ما يعني لسه الكنيسة مش عايزة تسميها شماس. فبنقول انه اقامة الخدام ده كان عمل الروح القدس في الكنيسة. لذلك مثلا نرى في اصحاح 13 قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما اليه، فصاموا حينئذ وصلوا ووضع عليهما الايادي ثم اطلقهما. تلاحظوا ان في اختباط الصلاة والصوم وضع اليد. عشان كده احنا في الرسامات بيبقى في صلاة صلوات وفي صوم، بنيجي القداس صايمين، والشخص اللي بترسم ده بيبقى صايم، جيبش واحد فقط زي ما عملوا الرسل. كمان ايضا الروح القدس كان بيساعد في الخدمة. فمثلا لما كان بطرس متردد لما جوله الرجال عشان ينزل يروح معهم لكرنيليوس، فالروح القدس قال له ان هو قال له هوذا ثلاثة رجال يطلبونك، لكن قم وانزل معهم غير مكتاب في شيء لان انا ارسلتهم. مش كده وبس، لان كان دخول الامم صعب جدا. فتلاحظوا في قصة كرنيليوس انه في اعمال 10 ان هو بطرس هو بيتكلم راح القدس الروح القدس حل عليهم، ودي من الحالات اللي الروح القدس حل قبل المعمودية عشان خاطر يديله علامة واضحة ان الله قابل. عشان كده القديس بولس لما شاف كده قال أترى يستطيع احد ان يمنع الماء حتى لا يعتمد هؤلاء الذين قبلوا الروح القدس كما نحن ايضا؟ وأمر أن يعتمدوا باسم
باسم الرب. فاذا كان بيساعد في الخدمه برضه في لبس ان الروح القدس قال له يرافق المركبه. فقال روح لفيلبس تقدم وافق هذه المركبه اللي فيها الخاصيه الحبشي. ايضا بولس الرسول في خدمته كان الروح القدس بيوجهه زي ما نقرا مثلا في اعمال 16، فبعد ما اجتازوا في فريجية وقرية غلاطية منحهم الروح القدس ان يتكلموا بالكلمه في اسيا. فلما اتوا الى ميسيا حاولوا ان يذهبوا الى بيسينيه فلم يدعهم الروح، فمروا على ميسيا وانحضروا الى ترواس. وظهر لبولس رؤيا في الليل رجل مكدوني قائم يطلب اليه ويقول اعبر الى مكدونيا واعن. دي تعلمنا انه الله بيفتح ابواب وبيغلق ابواب. يعني ممكن يكون واحد عايز يعمل نوع معين من الخدمة وانت شايف ان دي مهمة جدا، لكن ربنا شايف حاجة تاني، شايف ان مجهودك يروح في حاجة تاني. يعني بولس الرسول كان عايز يكمل البشارة في اسيا، بس ربنا عايزه يروح اوروبا يعبر الى مكدونيا، فعايز يوجه جهده في حاجة تاني. فالواحد دايما يحط نفسه تحت قيادة الروح، يطرق الابواب، لكن لو لقي الباب مقفول ما يزدقش، ممكن ربنا يفتح باب تاني، يكون مجال تاني في الخدمه. ممكن واحد يعمل حاجه وما تفشل، ما يزعلش، ممكن ربنا عايزك تعمل حاجه تانيه. ممكن يكون شخص ندعوه للخدمه وما يجيش، ما يقبلش، ما نزعلش، يمكن ربنا عايزه حد تاني غيره. فالواحد دايما في الخدمه يقوم بالدور البسيط اللي عليه ده البشري، لكن العمل الأساسي هو عمل الروح القدس. لذلك أيضا الروح القدس كان يعمل في تدبير أمور الكنيسة. فمثلا لما حصلت مشكلة التهود وهل الشخص لازم يختتن أم لا، وعملت مشكلة، عملت انقسام شديد في الكنيسة بسبب هذا الأمر. يعني هل لو واحد أممي دخل المسيحية هل لازم يمر بكل اللي مر به اليهودي عشان يقبل كمسيحي أو منها الختان، ولا ممكن بالإيمان يقبل؟ ده كان سؤال، لأنه الأول لما كان المسيحية الكنيسة بس بين اليهود فكانوا كلهم من خلفية واحدة، لما ابتدى يخش يهود من اللي هم في الشتات اللي هم بيسموهم اليونانيين بس يهود، فابتدى يحصل كلاش زي ما شفنا في أعمال 6 اللي هم تزمروا بسبب أن الأرامل كنا بيغفل عنهم في الخدمة اليومية. لما ابتدت الخدمة بقى تنتشر وتروح للأمم، سواء الناس اللي تشتتوا وذهبوا وابتدوا يكلموا اليونانيين اللي هم الأمميين، وكورنيليوس دخل أول واحد من الأمميين يدخل، ابتدى تحصل مشكلة تانية، لأنه المسيحيين اللي من أصل يهودي التزموا ببعض القوانين اليهودية، الأكل، المأكولات المعالجة كده. تلاحظوا أن بطرس الرسول لما ظهرت له الملآه المليانة من الحيوانات وقال له قم واذبح، فقال له حاشا يا رب أن أنا أكل شيء دنس أو نجس. يعني كان لسه عنده الفكر أنه اللي هو كان في العهد القديم أن في حيوانات يأكلها وحاجة ما يأكلهاش، فهو كان ملتزم بهذا. فهنا ربنا قال له لا، يعني ما قدسه الله لا تنجسه أنت. وطبعا كان بيديله إشارة لشيء أهم من حكاية أكل الحيوان، بس دي تورينا أن حتى بعد الدخول في الإيمان المسيحي كانوا اللي هما من أصل يهودي كانوا لازال محتفظين بيها. لذلك لما اجتمعوا وجم طلعوا قرار في مجمع أورشليم، قالوا إيه؟ لأنه قد رأى الروح القدس ونحن أن لا نضع عليكم ثقلا أكثر عن هذه الأشياء الواجبة أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنا، إن حفظتم أنفسكم منها فنعم ما تفعلون كونوا معافين. يعني هنا القرار طلع إيه؟ قد رأى روح القدس ونحن. آخر نقطة في هذا الموضوع، إحنا شفنا عمل الروح القدس في الكنيسة، بس في ملاحظة يمكن انتوا تلاحظوها، ان الروح القدس كان يعمل في الكنيسة ككنيسة كجماعة، ما كانش فيه فرد
بيجي يقول انا روح القدس اوحى لي بشيء، فمفروض تسمعوا كلامي لان انا روح القدس هو اللي قال لي. يعني صحيح ممكن الروح القدس يعمل في شخص عشان يشهد زي مثلا بطرس زي بولس وهكذا، لكن دايما الفكر الجماعي. يعني حتى بولس الرسول بتقرأ في غلاطية 2 انه لما ابتدى يكرز وفي مقاومة، فبيقول انا صعدت الى اورشليم بعد 14 سنة عشان اعرض عليهم على الانجيل اللي انا بكرز بيه، على السلاسة اللي هم يعتبرون اعمدة. يعني قال لهم انا بعلم بايه؟ مش لانه كان شاكك، لكن اللي بانه لابد ان يكون في مرجعيه، في مرجعيه الكنيسه. فروح القدس دايما بيعمل في ال في ال في الكنيسه، في المجموعه. جدار حتى في الرسامه، يعني حتى في طقس الرسامه، ما فيش رسامه بيعملها واحد لوحده. يعني مثلا انا ما اقدرش ان انا مثلا اجيب ارسم اغنسطس في حيط في الاوضه كده، يعني انا وهو بس اقول له فلان اغنسطس، ما تبقاش رسامه مقبوله. لكن برسمه فين؟ في الكنيسه، والشعب بيشترك معايا، فالشعب بيقول امين، بيقول كيريا ليسون، يعني بيشترك في الصلاه. يعني الشعب ده مش قاعد بيتفرج، مثلا احنا عاملين حفله مثلا نرسم واحد، فالشعب جاي يتفرج، يعني ازاي الاسقف هيرسم واحد؟ لا، ده الشعب بيشترك، واشتراكه اساسي في الرسامة، اشتراكه اساسي في الرسامة. وفي وضع اليد مثلا بالنسبة للاسقف لازم اكثر من اسقف، على الاقل 3 ما فيهم الاب البطريرك. فهنا الاشتراك واشتراك الشعب، مثلا الافخارستية ما فيش واحد يقدر يصلي قداس لوحده، فالروح القدس بيعمل، ما يقدرش يعمد لوحده، لانه في صلوات، فلازم في شعب بيرد، في شماس بيشترك معاه. يعني ما يجيش واحد كده في الاكليل، ما يقدرش واحد يعمل اكليل لوحده، لازم يبقى في شهود، في ناس مشتركه معاه. فهنا الروح القدس ايضا في التعليم، زي ما ذكرت ما فيش تعليم واحد يجي كده يقول لنا انا ظهرت لي، يعني فيش تعليم في الكنيسة معتمد مثلا على شخص. حتى الأناجيل، حتى الأناجيل، الأناجيل 4، يعني في أكثر من شهادة موجودة وهكذا. عشان كده ساعات يعني في ناس تلاقيه مثلا تاخدوا الجلالة كده أو تاخدوا يعني الحماس ويقول لك أنا الروح القدس قال لي، أو حد مثلا يروح مثلا يقابل حد مثلا راهب في دير، يقول لك يا سلام ده راهب قاعد في الدير، يبقى الكلام اللي هيقوله يبقى روح القدس قاله. الكلام ده مش مظبوط، ممكن يكون فعلا الراجل ده قديس، بس الروح القدس زي ما بيعمل فيه هيعمل فيك انت برضه، ويديك قبول ويديك قناعه انت والاخرين لو كان الموضوع ده يخص الاخرين. ففكره ان واحد يدعي ان هو روح القدس بيحركه، وممكن يحركه في مستوى الشخصي في حياته هو، روح القدس بيعمل فينا في كل شخص في حياته، لكن في حياة الكنيسة، جالك الكنيسة ما بتعتمدش على شخص، ما بتعتمدش على واحد بس مهما كان الواحد ده. حتى الاباء، نقول اباء الكنيسة، فكر الاباء، ما بنقولش مثلا هو بس القديس فلان او الانبا فلان، لا، بنقول فكر الآباء، فإحنا بتقودنا فكر الآباء. لذلك الإنسان يحتاج دايما في استمرار أنه يرجع، ما يعتمدش على فكره الخاص، يكون دايما في تشاور مع الآخرين، لأنه الفكر الخاص ده ممكن سهل أوي أن الشيطان يخدعه، أنه يخليه أن هو ينحرف نتيجة أن هو معتمد على فكره وينخدع، يفتكر ان اللي بيقوله ده من عمل الروح، وهو ممكن يكون مش مظبوط. فالواحد دايما في الرعايه، في الخدمه، مهما الانسان خد من يعني من سلطه،
لكن ليست هناك سلطة مطلقة ولا توجد حاجة اسمها طاعة عمياء. ما عندناش حاجة اسمها طاعة عمياء في المسيحية. طاعة مستشهدة بنعمة الروح القدس، الروح القدس الذي يعمل في الكل. فكل ما يبقى فيه نوع من التشاور، نوع من اعطاء ان الروح القدس يعمل في نفوس الناس، كل ما يكون في مرجعية بالنسبة للتعليم، كل ما دي تساعد على ان الكنيسة تنجو من بعض انحرافات الفردية اللي ساعات بتكون لها نتائج مش كويسة. طب انا اكتفي بهذا الجزء الخاص بالعمل، ان احنا وصلنا للساعة 9، وان شاء الله في المرة الجاية بعد لو كان في عندكم اسئلة نجاوب عليها، نكمل بقية السمات الخاصة بالكنيسة، لان برضو تحتاج ان احنا نديها وقت. في اي اسئلة؟ هو في سؤال يعني انا بيجي لي من ناس كتير، يعني يمكن مش في الاجتماع ده لكن احب برضو اجاوب عليه. يعني ناس كتير بيتكلموا على موضوع اختفاء الفتيات القبطيات في مصر، ويعني بيسألوا عن هذا الموضوع. يعني طبعا احنا بنسمع اخبار زي ما انتم بتسمعوا، ويعني بيبقى شيء مؤلم لنفوسنا انه احنا نسمع هذه الامور، وبنعبر عن تعاطفنا مع اسر هذه الحالات ايا كان السبب اللي فيها. يعني الواحد دايما يحط نفسه مكان الاب او الام دي. يعني انا دايما لما بسمع قصة زي كده بحط نفسي مكان الاسرة دي ايا كان السبب اللي بسببه هذا الامر حصل. فإحنا بنشعر بتعاطف وألم هذه الأسر بالنسبة لهذه الأحداث. النقطة الثانية أن للأسف دي أن هي ليست حوادث فردية، إنما دي ظاهرة بتظهر فترة وتختفي فترة. يعني من أيام ما كنت أنا يعني بخدم في مصر في أسقفية الخدمات، وكان بتجينا يعني فترات زي كده تلاقي زادت الحالات زاد. فمش معقول ان دي كلها بالصدفة. فواضح ان في حاجة وراها. في مخطط وراها بيستغل ظروف معينة وبيظهر في فترة وبعدين يهدى شوية وبعدين يظهر تاني وهكذا. فبرضو يعني البعض اللي ساعات يقول ان لا دي مجرد حالات فردية، يا ريت، بس الواقع بيقول غير كده. يعني احنا دلوقتي على مدى سنوات طويله، يعني انا كنت في اسقفية الخدمات من 85 ل 95، وطبعا بحكم وجودي فكنت بتابع بعض الحالات مباشره. يعني طبعا حاليا ما بتابعش حالات مباشره، نتكلم يعني على خبره شخصيه في بعض هذه الحالات. النقطه الثالثه ان كل حاله ليها وضعها الخاص، يعني ما تقدرش تحط سبب عام للكل، يعني بتختلف من حاله الى حاله. عشان كده محتاج انه يعني الاهتمام بهذه الظاهرة وعدم التعميم فيها. يعني انه ازاي ندرس حالة بحالة، وكل حالة بتتعالج بظروفها. نمرة 4 انه لابد يبقى فيه تعاون. يعني كل واحد يلقي اللوم على التاني، يعني احنا نلقي اللوم على الاسر والاسر تلقي اللوم علينا او نلقي اللوم على يعني السلطات، دي مش هتفيد في حاجة. لكن تحتاج لتعاون، لان ليها عامل الاسرة طبعا مهم قوي، بس الاسرة هتعمل ايه لو في مخطط بيستغل شيء معينة. الكنيسة ليها دور في الرعاية، وايضا الاسرة دي ليها حق على المجتمع وحق على المسؤولين انها تحمي بناتهم. فده حق ليهم. وساعات بتحصل بعض الحالات ان ما بيجوش يعني تعاون كما يتوقعوا من جهة المسؤولين المحليين اللي هما بيروحوا ليهم. وفي نفس الوقت احنا برضو يعني
التشجيع او تدعيم او زي ما نقول الوقايه خير من العلاج. ازاي هنشوف الاسباب اللي قد تؤدي الى مثل هذه الامور وان احنا نعالجها؟ يعني مش بس نعالج اللي بيحصل، احنا نمنع اللي ممكن يحصل، يعني ما نستاش لما تحصل حالات، لان ساعات بتحصل حالات بتبقى يعني حالات متاخره، وفي حالات طبعا بتنقذ وفي حالات ما بتنقذ، لكن دايما نحس ككنيسه ان دي شيء مؤلم لينا نحس بيه ولا نتناساه، او نلقي اللوم على الاسر او على البنات دول او السيدات اللي بيحصل معهم هذه الحالات. ولان الظاهره دي يعني تركها بيترك اثر طبعا مؤلم للاسره، بيترك اثر مؤلم للكنيسه، بيأثر على الكنيسه، وايضا بيترك اثر على البلد نفسها. يعني لما تطلع مثلا سمعه زي كده ما بتعمل لنا هنا مشكله، يعني بالاضافه تعاطفنا مع الاسر دول، ونحن بنحاول نقوم بما نستطيع ان نقوم به بدون ما اخش في تفاصيل، لكن ايضا بتعمل لنا مشكله. يعني مثلا نيجي نعمل رحله للشباب في مصر، طب ما في اسر بتتخوف لما بتسمع الاخبار دي، وطبعا اللي قاعد هنا الحاجه بتكبر قدامه. ساعات ناس بتفتكر يعني الله هنبعت بناتنا في رحله، طب ممكن يخطفوهم، وبالذات ان دلوقتي يعني في تشجيع مثلا لموضوع العائله المقدسه وزيارات الاماكن بتاعتها، يعني انت بتوجه هذا نحو المسيحيين. طيب ما المسيحيين في العالم يسمعوا حاجه زي كده، طب مش دي ممكن تثير بعض المخاوف بالنسبه للناس؟ عشان كده نتمنى برضو انه يعني يؤخذ الموضوع ده على اعلى المستويات، يعني بنوع من الجديه وادراك اللي ممكن الحاجات الصغيره دي تؤدي. يعني ناس غلابه جم احتجوا شويه وسكتوا، بس الحاجات بتتراكم، وممكن التراكم ده يؤدي الى نتائج، يعني نتائج نتمنى ان هي ما تحصلش. فنتمنى يعني بالذات مع الاهتمام الحالي ببناء الانسان المصري، زي ما سمعنا يعني من سيادة الرئيس السيسي في خطبته بالنسبة للفترة القادمة، ان ده جزء من الانسان المصري، يعني البنت دي ما هو جزء من الانسان المصري. فنتمنى يعني ان يكون في اهتمام بهذا الامر على كل المستويات، ويكون الكل واحد يشعر بالامان على اولاده، لان اصعب شيء ان الشخص يحس انه مش امن بالنسبة لاولاده او بناته، يعني الشعور صعب. يعني لما حصلت ثورة 2011 وناس كتيرة جم، كان جزء كبير من اللي بنسمعه تيجي واحدة أنا خفت على بناتي. الفوضى اللي كانت، ده طبعا نشكر ربنا إن الوضع ده غير موجود حاليا، لكن الخبرة بتخلي التخوف موجود. عشان كده بقول إن الموضوع ده يعني مفروض إن هو يعني يؤخذ بنوع من الاهتمام من كل، من الأسرة، كنيسة، من المسؤولين، عشان خاطر يعني نستطيع أن نقضي على هذه الظاهرة. وأيضا الناس اللي هي بتفكر وتحاول أن هي يعني تسيء إلى سمعة البلد أو تنتقم من الأقباط لأي سبب من الأسباب، أو عندها معتقدات أن دي غنيمة بالنسبة لهم أو ده عمل بطولي، يحس ان السكه مسدوده. زي ما قال القديس بولس الرسول، بطرس الرسول، انه ابليس خصمكم يقول كاسد ذائر ملتمسا من يبتلعه، فقومه راسخين في الايمان. ما قالش حولوا الاسد ده، يعني الاسد الزائر ده هو كده مش هتقدر تغيره، لكن قوموه راسخين في الإيمان. فحتى لو كان في ناس أشرار بيخططوا الحاجة زي كده، مفروض أن احنا نقاومهم راسخين في الإيمان، ونقوي هذا، نقوي الإيمان. وزي ما قدموا الولاد الشباب في ليبيا مثل حي في قوة الإيمان، أيضا ربنا يعمل في البنات اللي يتعرضوا لحاجة زي كده أن هم يقدموا مثل للإيمان في التمسك بالإيمان مهما كان الإغراء ومهما كانت الضغوط.
لكن زي ما بقول احنا برضو علينا مسؤولية، وربنا يقدرنا على القيام بهذه المسؤولية جميعا. لكن عمل الله هو اللي احنا بنعتمد عليه في الأساس. سؤال: لماذا لا يعمل الروح القدس في كل واحد يدخل الكنيسة مثلما عمل في 3000 الحاضرين وقت عزة القديس بطرس الرسول؟ الروح القدس مستعد يعمل، بس هل كل واحد في الكنيسة مستعد ان الروح القدس يعمل فيه؟ هو ده السؤال. الروح القدس مش هيعمل غصب عنك. فلو انت جاي الكنيسة وانت فعلا جاي عايز تستفيد وتقول يا رب اعمل فيه واديني كلمة تفيدني، هتستفيد. فلازم الانسان يعد نفسه عشان لكي ما يعمل فيه الروح القدس. يعد نفسه عشان يعمل فيه. في فرق مثلا تقف تصلي تقول انا ليه لما بصلي ما بيتزعزعش المكان؟ طبعا هنا ممكن يتزعزع بحدوث زلزال، لكن هل انت بتجهز نفسك قبل الصلاة؟ يعني بلاش يتزعزع، يعني على الاقل تحس بفرح وبتعزيه من الصلاة. بقولك طب ليه انا ما بحسش بكده؟ اسأل نفسك، طب هل انت بتعد نفسك قبل الصلاة؟ ولا الواحد بيصلي كواجب يعني؟ واحد ما يقول طب انا ليه خدمتي مش مؤثرة؟ طب هل انت بتعد نفسك للخدمة قبل ما بتخدم يعني؟ هل بتقول اه طبعا بعد، ده انا بحضر درس كويس بنقوله بنجيبه من على الانترنت. حتى لو بتجهز، طب هل بتدي وقت تصلي؟ يعني بعد ما تجهز الدرس ايا طريقة التجهيز يعني، بتدي وقت تصلي عشان ربنا يستخدم الكلام اللي انت هتقوله في نفوس الناس؟ بتيجي تزور حد مثلا، هل بتدي وقت مثلا للصلاة تعد نفسك فيه؟ القداس، ساعات واحد يقول لك انا بسرح كتير في القداس. طب ايه اللي بتعمله الصبح عشان تعد نفسك للقداس؟ ده الناس بتيجي يقول لك اجي بعد العظة، ولا بعد العظة، ولا اجي على التناول. طب ما يعني الجزء الاولاني ده نوع من الاعداد للواحد، انه بيعد نفسه من خلال القراءات، بيعد نفسه من خلال الالحان عشان لما يجي يخش في الانافورة يبقى استعداد. لكن اللي بيخش كده على طول ما فيش استعداد ليه. فالروح القدس يعمل ويريد ان يعمل، لكن لا يعمل غصبا على الانسان. هو يطرق زي ما قال السيد المسيح: انا واقف على الباب واقرع، ان فتح لي احد ادخل واتعشى. لكن لو ما فتحش مش هيسيبه، اظل برضه يقرع. الروح القدس يقرع على قلبك باستمرار لحد ما تفتح. ربنا يبارك في حياتكم جميعا، و يعطينا فترة صوم مباركة، له المجد الدائم إلى الأبد. آمين. من تنوش بولف قائم مجه اوپن شوي سيسوس بخريستوس زموني هيرتت بماري بكناين انتكريني وين صفتن بكلاو صوتين مونو ونينان اوكي تشيت خير سموي سيستمت هوي بنت ماشي صادق تمت خلو انت ياكوب بنو جن او انت ماتو صالا بك تنصد بنت دافيس تنصفي انت سو لومن بيبن المهم قرفيتم بي خريستوس بنوتي امين اب اورنت تي هريني موينان تكريني سمنان تكريني انتفكان النوفي ناني فولجي ثوك تتيغوم
نبيئو نبيزمو نبي أماهي شائني أمين. اجعلنا مستحقين أن نصلي بشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات. حبت الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح شاكت وعطيه ولتكن مع جميعكم. امضوا بالسلام، سلام الله فليكون مع جميعكم. تفضلوا.